عدد لي خمسة من النجوم اتحداك انا، تفضل يلا. اللي صوته حلو مع فرقة استعراضية. عدد لي منه؟ عباس حمودة صوته حلو، فرقة استعراضية. شيبة صوته حلو، عامل فرقة استعراضية سعد صغير. دول كلهم يقلدوك. عبد الباسط حمودة ما عنده فرقة. وشيبة، طالما جاب فرقة استعراضية سعد هذا يبقى اللي لعبته بيقلدني. يا زار، هذا المطرب يبقى الجميل. بيقلدني ولا مش بيقلدني؟ انا بسألك سؤال. انا دلوقتي بعد منه كمل لي، بعد منه عبد الباسط حمودة واحمد الشيبي اظن مو اسمه شباب. مين تاني ما فهمت؟ لو لعبت يا زار، أمينة. أمينة تقلدك؟ أما أنا جايب أمينة، أنا مطلع أمينة. أنت اللي طلعت أمينة؟ بس حمودة معهوش فرقة استعراضية، ولا شيبة معاه فرقة استعراضية، فكل ده تشيل. يعني هو منتج لعب في إجابتك. منتج. أنت قد ولا مطرب شغال في مصر اللي مع بيقلد سعد صغير وجايب فرقة استعراضية. مثل منو؟ ها؟ أنت شو مو شجاع؟ مثل منو؟ عدد لي. أنا حددتك. عدد لي خمسة. خمسة؟ أتحداك. ولا مطرب في مصر. يا عمي عدد لي خمسة من النجوم، أتحداك أنا، تفضل. يلا. اللي صوته حلو مع فرقة استعراضية. عدد لي منه؟ عباس حمودة صوته حلو، فرقة استعراضية. شيبة صوته حلو، عامل فرقة استعراضية سعد صغير. دول كلهم يقلدوك. عبد الباسط حمودة ما عنده فرقة. طالما جاب فرقة استعراضية سعد هذا اللي لعبته يا زار.